الحمد لله منور هذه الأمة بالكتاب المنزل والنبي المرسل صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به ولأمره امتثل ومن أحبه وبه اتصل وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فإننا نهنئ أمة هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم بإقبال شهر ربيع الأول الذي في مثله كانت ولادته الكريمة، فهو يحمل للأمة الذكرى ببروز نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وحصول الأرض على زمن لم يمر عليها أكرم منه قبله ولا يأتي بعده مثله، وهو زمن عمر المصطفى الذي أقسم الله به في القرآن بقوله لعمرك، والذي يبتدئ من ساعة الوضع في ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. إنها الروابط بيننا وبين الحق ورسوله، إنها حقائق الإيمان الذي إذا استقر في القلوب أوجب معاني من العواطف والمشاعر والأذواق، إنها حقائق توحيد الله الذي يمكن في الفؤاد ألا يكون شيء أحب إلى هذه القلوب من الله، ثم لا يكون شيء بعد الله أحب إلى هذه القلوب التي وحدت الله وأمنت به من محمد بن عبد الله، ولا الأنفس التي بين الجنوب، ولا الوالدين، ولا المولودين، ولا الأهل، ولا الخلائق أجمعين. ألا إن هذه الحقيقة لا تبقي بقية في مشاعر وعواطف المؤمن إلا وحملت التعبير عن الفرح بالبشير النذير والسراج المنير، وإن هذه الذكرى بعينها تحمل هذه القلوب على أن تتمسك بهدي هذا المصطفى وبشريعته وبسنته، وتنتهض لتدارك أمرها وإقامة شأنها على ما هو أحب إلى الله ورسوله، والله ورسوله حق يرضوه إن كانوا مؤمنين. وإنا لنسأل لله الرحمن مع هلال شهر ربيع الأول وإقبال أيامه ولياليه وتواليها على هذه الأمة أن يفتح في شهر ذكرى ميلاد نبي صلى الله عليه وسلم للأمة أبواب الفرج والغياث واللطف وجمع الشمل بعد الشتات وصلاح الأمر وانشراح الصدور وإبعاد السوء والأذايا والبلايا في الظواهر والخفايا. اللهم أمد أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفرج من عندك عاجل ولطف منك شامل وصلاح لأحوالهم ودفع للبلايا والآفات عنهم وجمع لشملهم وتأليف بين قلوبهم وإمدادهم بحسن النظر فيما يرضيك يا بر يا رحيم. والحمد لله رب العالمين.